من علی ابن ابی طالبم، حیدر کرارم، اسدالله‌ام. أنا العباس نجل علي المرتضى المؤيدي. أنا علي بن الحسين بن علي. إني أنا القاسم من نسل علي. بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العظيم. يا نفس من بعد الحسين هوني، أضربكم بالسيف أحامي عن أبي. هذا حسين كالأسير المرتهن. In the year 61 after Hijrah, 50 years after the demise of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, may God peace and blessings be bestowed upon him and his divine family, is a day where the pinnacle of justice resembled and embodied in al-Imam al-Husayn, may God peace and blessings be bestowed upon him, the Prophet Muhammad's grandson, stood to face the peak of oppression and injustice resembled in the caliph of the time, Yazid, son of Muawiyah, son of Abu Sufyan, from Bani Umayyah. وإذا رأيتم الباطل فلم تنهون عنه، النبي يقول صلى الله عليه وآله، يقول فتوقعوا هناك ما يصيبكم، ينزل البلاء. الإنسان وخصوص مولانا سيد الشهداء بأبي وأمي وقف ذلك الموقف المشرف وقالوا له تعال تنازل، قال لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد أو أقر وقرار العبيد. قالوا له ذلة هاي؟ قال له هيهات من الذلة، هاي ذلة، هذه ذلة، يأبى الله لنا ذلك. الله ما يرضى احنا ننذل، الله ما يرضى، يأبى الله لنا ذلك. إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. أما سمعت قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. العزيز هو الفخور بدينه، العزيز هو الذي يتحدى الشهوات والغرائز، العزيز هو المتمسك بمبادئه مهما عرضت عليه الإغراءات، مهما عرضت عليه الإثارات. تعلم من الحسين مبدأ العزة. الحسين يوم كربلاء مارس طاقة العزة. الحسين يوم كربلاء علمنا كيف ننهل من صفة العزة وكيف نمارس مبدأ العزة. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، وأبى أن يعيش إلا عزيزا. يا
لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرارا.